نحكي عن أحوال الطقس بفقرتنا اليومية برحلتنا الصباحية. معنا المتنبئ الجوي ماهر مرهج. يسعد صباحك. يسعد صباحكم بكل خير. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. نعم صباح الخير. يسعد صباحك. يعني مبارح شوي ارتفعت درجات الحرارة وقبل مبارح، واليوم عم نحس بهاي السقعة يلي صارت. هل هو منخفض شديد الانخفاض مثل ما بيقولوا مثل السابق، ولا لا هي هيك انخفاضات عادية رح تكون مرافقتها ثلج وأمطار؟ على عيني. أول شيء يسعد صباحكم بكل خير. هلا تاثرنا بمنخفضين ثلجيين اجوا يعني مترافقين ورا بعض بسرعه، فكان لهم تاثير كثير كبير من ناحيه انخفاض الحراره والهبوطات الثلجيه على الجبال، والحقيقه كانوا يعني منخفضين مميزين، فصعب نقارن فيهم منخفض اخر مثل المنخفضات الحاليه يلي هلا نحن عم نتاثر فيها. فكان معهم يعني انخفاض حراره شديد ومستمر حتى الان الحقيقه انخفاض الحراره نتيجه البروده الشديده يلي قدمت مع المنخفضين. هلا امبارح كان عندنا منخفض جوي اثر على المناطق الساحليه بشكل اساسي، مع هطولات مطريه كانت موجوده بهالمنطقه وبعض الهطولات المطريه الخفيفه بالمنطقه الجنوبيه. تدريجيا مع ساعات النهار عم ينتهي تاثير هالمنخفض، مع بقاء فرصه ضعيفه لهطولات مطريه على المنطقه الساحليه وبعض المناطق الجنوبيه، ولكن تدريجيا خلال ساعات حتى المساء راح ينتهي تاثير هالمنخفض ويتحرك باتجاه الشرق، وتتحول الاجواء تدريجيا الى بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام. هلا درجات الحراره ما زالت ادنى من معدلاتها، امبارح ارتفعت شوي مع وجود الاشعاع الشمسي مع الانقشاعات الغيميه خلال ساعات نهار يوم الامس، ولكن اليوم بتضل تقريبا حول معدلاتها او ادنى بقليل نهارا، مع استمرار الاجواء البارده ليلا حتى الى شديده البروده بالمرتفعات الجبليه وبعض المناطق الداخليه، ومنأكد على تحذيرنا من تشكل الضباب باغلب المناطق الداخليه بالاضافه لحدوث الصقيع بالمرتفعات الجبليه وبعض المناطق الداخليه لا سيما المنطقه الوسطى والجزيره. هلا الرياح بشكل عام هي جنوبيه غربيه معتدله الى نشطه، ولكن مع انتهاء المنخفض رح تتحول تدريجيا الى جنوبيه شرقيه خفيفه السرعه. اذا بتحبوا بنحكي عن درجات الحراره. كنا نسالك على درجات الحراره ونسالك هيدا اخر منخفض ولا بعد في منخفضات؟ لانه اخر المنخفضات اجت كثير في بروده خصوصا بالليل. صحيح. عم نشوف سقعه كثير، فكل الناس حابه تعرف نحن رايحين نحو الصحو او المعتدل ولا بعد في منخفضات؟ هلا بشكل عام اجمالا نحن يعني ما زلنا بفصل الشتاء، بمركز فصل الشتاء تقريبا، وما زالت المنخفضات مستمره، حتى انه عم يكون في تواتر سريع نوعا ما. صحيح. يعني كل اربع خمس ايام عم نشوف منخفض، لذلك متواصل معنا الاجواء البارده بشكل عام، وحتى خلال الليل بتستمر. يعني هو الطقس الاميز خلال الليل بنهايه كل منخفض جوي عم يكون عندنا تشكل ضباب لساعات طويله، بالاضافه الى انخفاض درجات الحراره الواضح. هلا اليوم متوقعين درجات الحراره واللي هي تقريبا حول معدلاتها وادنى بقليل مثل الفتره هي من السنه على الشكل التالي: بدمشق والجنوبيه 12-2، الجبليه 6-3، الوسطى 11-2، الساحليه 15-9، شمالية 11-3، جزيرة 12-2، وأخيرا بالشرقية والبادية 13-3. وهي الحرارات كلها تقريبا أدنى معدلاتها بقليل. هلأ بكرة مع انتهاء المنخفض في عندنا ارتفاع شوي على درجات الحرارة خلال ساعات النهار، رح يكون ملموس مع وجود الإشعاع الشمسي اللي رح الغيوم الموجودة هلأ حاليا خلال نهار اليوم رح تنقشع بكرة كلياتها وبترتفع درجات الحرارة شوي، ولكن خلال الليل الأجواء باردة بشكل عام. نعم يعني بدنا نتشكرك كثير وبدنا نتمنى هالمنخفضات تمرق هيك خفيفة على قلوب الناس. شكرا كثير لك المتنبئ الجوي ماهر مرهج. شكرا كثير. اهلا وسهلا. اذا صباح. شكرا لك.